إنها الذكرى 22 لهجمات 11 من أيلول سبتمبر عام 2001، يوم توقف فيه العالم وهو يشاهد انهيار برجي التجارة العالميين في نيويورك، لتشن بعدها واشنطن حربها المزعومة ضد ما سمته الإرهاب. واليوم تقر صحيفة واشنطن بوست بأن الأمريكيين تعبوا من هذه الحرب وأنهم لا يتحكمون بإنهائها. تقارير عدة أفادت بأن قرار واشنطن بشن حربها كان متسرعاً ولا يستند إلى أدلة حول العدو الحقيقي، وكان مدافعاً من اليمين الصهيوني المتطرف. هجوم واشنطن على العراق وأفغانستان بذريعة مكافحة الإرهاب كشف عن الوجه القبيح المستتر بقناع الديمقراطية ومكافحة الإرهاب. فضائع أمريكا في حروبها أودت بحياة ملايين البشر وتشريد عشرات الملايين منهم. منظمة العفو الدولية كشفت أيضاً عن تجاوز واشنطن لكافة القوانين من خلال انتهاكها لحقوق الإنسان في معتقل غوانتانامو، مؤكدة أن المعتقلين المتبقين في المعتقل لم يتم توجيه تهم إليهم حتى بارتكاب جريمة. واليوم يتساءل الكثير حول العالم عن الإرهاب الحقيقي، خصوصا وأن حرب أمريكا أودت أيضا بحياة أكثر من مليون عراقي، وسنت مصطلحا يكمم الأفواه ويبيح قتل كل من يخالف الرأي الآخر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وعلى غرار أبو غريب وفضائعه وفضائحه، تغص السجون والمعتقلات العراقية بآلاف المدنيين الأبرياء تحت قانون إرهاب 4 في بلد دمره الاحتلال الأمريكي وذيوله في العراق والذريعة واحدة. ولا يزال السؤال مطروحا حتى هذه اللحظة: ما هو الإرهاب؟ ومن هم الإرهابيون الحقيقيون؟